أهلا بكم من جديد. أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن متحف الفن الإسلامي في القدس المحتلة التابع لإدارة السلطات الإسرائيلية طلب من دار المزاد البريطانية ساثبيز تأجيل عرض 268 قطعة أثرية إسلامية كان ينوي بيعها بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها. يأتي هذا بعد اعتراض الرئيس الإسرائيلي ووزارة الثقافة الإسرائيلية على عملية البيع بحجة أن كنوز المتحف ليست قطعا يمكن تنقلها والإتجار بها، كما أن عشرات القطع يعتقد أنها مسروقة أساسا ولا توجد وثائق تبين أصولها. في المقابل أعلنت الناطقة باسم متحف الفن الإسلامي أن عرض القطع للبيع تم بشكل قانوني وأن الإدارة معنية بالتوصل للاتفاق مع وزارة الثقافة. كنز دفين من التاريخ الإسلامي مهدد بمطرقة المزادات العلنية في المملكة المتحدة. آثار نقلت من متحف الفن الإسلامي في القدس المحتلة الخاضع للإدارة الإسرائيلية باتت الآن موجودة في دار ساوثبيث في لندن. هناك قطع فريدة في حالة رائعة، منها دورق زجاجي مذهب ومطلي بالمينا من منتصف القرن الثالث عشر، مزهرية مغولية من الذهب في أواخر القرن السابع عشر مرصعة بالزمرد، وهي أندر وأغلى قطعة معروضة بالمزاد، تستحضر فترة الحكم الإسلامي في الهند في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويبلغ عمر بعضها 400 عام، متحمسون لرؤية تفاعل السوق معها. أكثر القطع غرابة وفق كارتر هو زوج من الأحذية الخشبية العثمانية المصنوعة من صدفة السلحفات والمطعمة بعروق اللؤلؤ من القرن السابع عشر، صممت ليتم ارتداؤها في الحمام. كنز فريد آخر الاسترلاب الملكي، وهو جهاز فلكي قديم من لاهور وقعه صانعه ضياء الدين بن محمد قائم. كما تطرح مخطوطات إسلامية نادرة للبيع بالمزاد، منها ورقة من قرآن أزرق مذهب، واحد من أكثر المصاحف ثراء على الإطلاق، ورقة قرآنية أخرى عمرها 1000 عام قطعت من مصحف شهير. هناك أيضا ورقة قرآنية رائعة عمرها 1000 عام من القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تتميز بالخط الكوفي الشرقي، وقد تم بيعها بالفعل هنا في دار ساذبيز في الستينيات، وتأتي من منشأ مميز أيضا. وتضم القطع الأثرية الفنية النادرة سجادا تركيا فخما وخوذة إسلامية مصرية مرصعة بالفضة وساعات ذهبية نادرة. 268 قطعة أثرية تعتزم إدارة متحف الفن الإسلامي التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بيعها بذريعة تخفيف الضائقة المالية التي يمر بها المتحف جراء جائحة كورونا. ووفق صحيفة هآرتس تسعى وزارة الثقافة وسلطة الآثار إلى جانب خبراء لمنع طرح التحف في المزاد. نرحب معنا بيوسف النتشة وهو مدير السياحة والأثار بالمسجد الأقصى. أهلا وسهلا بك معنا سيد يوسف. بداية لو سمحت أعطنا فكرة عن مقتنيات هذا المتحف وأيضا القطع التي كان يعتزم بيعها في المزاد العلني، ماذا في أصولها وأيضا كيف وصلت أصلا إلى المتحف، متحف الفن الإسلامي في القدس؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. الواقع أنه متحف الفن الإسلامي هو أسس في القدس على اسم أحد علماء الآثار الإسرائيليين أو اليهود الذين اهتموا بالتراث الإسلامي، خاصة في موضوع علم الرنوك وهو علم الشارات أو علم النبالة. الواقع أنه المتحف غني بمجموعته وبمكتبته، لكن ما أود قوله أن أغلب القطع الموجودة هي قطع على ما أعرف أنها مشترى، كثير منها غير معروف طريقة الشراء، مما يثير بعض الأسئلة عن شرعية الشراء أو ظروف هذا الشراء. الواقع أن المتحف كمجموعات في اشتهر هو بأنه متحف الساعات لوجود مجموعات كبيرة جداً من ساعات الحائط فيه، وفي عنده مجموعة من النقود الإسلامية أيضا،
بالإضافة إلى ما تم مشاهدته من خلال برنامجكم الخاص والتقرير في هذا الموضوع. على كل المتحف، صراحة نعم لو سمحت لي، على كل المتحف أرجأ المزاد العلني بسبب اعتراض الرئاسة الإسرائيلية وأيضا وزارة الثقافة الإسرائيلية. كيف يفهم هذا الإرجاء؟ يعني إلى متى يؤجل وهل يمكن أن يلغى برأيك؟ الواقع المجتمع الإسرائيلي يعني يمتاز بديناميكية ليس مادحا له، إنما هي طريقة تحقيق الأهداف. أريد أن أضرب مثلا بآخر، حينما يتم مصادرة بعض الأراضي أو إنشاء بعض المشاريع الإسكانية يتم وضع المشروع للاعتراض، يأخذ الاعتراض لكن في النهاية يتم تنفيذ المشروع. أنا لا أعرف ظروف القطعية في هذا الأمر، لكن نحن متعودون على المرونة الإسرائيلية في النقاش وعلى مرونة تنفيذ المشروع المنوي. بصراحة الموضوع يأتي في موضوع ضمن مفهوم إنساني عالمي صعب عن مفهوم الجمع والقطاع، ولكن ولكن نعم سيد يوسف، هل تعتقد أننا دخلنا في سجال بين الجانب الرسمي الإسرائيلي وبين إدارة هذا المتحف؟ هو يوجد نوع من السجار كما قلت لك، وهذا ديناميكية، لكن هي الأصل إلى ماذا سينتهي هذا السجال؟ هل سيتم الأخذ بالاعتراض فيما يتعلق بمشاريع الإسكان ومشاريع التطوير ومشاريع الثقافة؟ عادة هذه تكون مع الأسف مضيعة للوقت، أو على الأقل أنه تم الاستجابة للقوانين والأنظمة. لا أستطيع أن أحكم، نعم، خاصة لكن أن الموضوع المتحف، بالفعل خاصة أن أعتقد المتحف يؤكد، أساس نعم خاصة أن المتحف يؤكد ملكيته يعني وأحقيته بهذه القطع الأثرية، في حين أنه وزير الثقافة في إسرائيل قال أنه لا يجوز التعامل مع هذه القطع الأثرية على أنها عملة نقدية يتاجر بها. بالتالي هذا فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي الذي يعتبر أن له سلطة كاملة على هذه المقتنيات. ماذا بشأن الجانب الفلسطيني؟ الواقع نحن نتحدث يعني الجانب الفلسطيني، وأنا أريد أن أوسع النظرة وأقول الجانب الإسلامي، أو بالأحرى الجانب الإنساني الثقافي. كما قلت وقد نوهت، هناك موضوع صعب جدا يتم تداوله في بخصوص القطع. هل الجمع وإخراج التحفة من بيئتها الحضارية وما بيئتها الاجتماعية المكونة لها والمعبر عن روح الفنان والمعبر عن الذوق الفني، هل هذا مقبول؟ في المقابل نحن نجد أمام قضية أيضا أخلاقية أخرى بهذا الاتجاه، هل بقاء هذه القطع سيضمن لها الحفظ الذي يتم لبعض التحف في المتاحف العالمية؟ هذه قضية إنسانية حضارية حقيقي فيها اجتهادات كثيرة جدا. بالنسبة للموقع الفلسطيني نحن يعني نجد أن الخسارة خسارة نسبية، مع أن التحفة هي تحفة إسلامية، ومن وجهة نظري هي تحفة إنسانية تعبر عن ما يجوش بروح الفنان بطريقة يعني مهذبة وبطريقة تعكس مفهومه للحياة وتعكس معتقده، لكن تبقى القضية قضية مفتوحة. نحن لا نجد في هذه التحف المعروضة ما يمت للتراث الفلسطيني بطريقة مباشرة، لكنه هو تراث إسلامي وتراث إسلامي أيضا، وهذا أيضا يجعل الإنسان كمؤرخ للفن كمقدر للفن يتحسر على أن هذه التحف تعرض في المزادات. قد يكون هناك بعض الإيجابية، لنكن منصفين في بعض العرض، أن هناك من يستطيع حماية هذه التحفة، الحفاظ عليها، صونها، لكن هذا موضوع خلافي بشكل كثير جدا. إذا قيد لبعض القطع أن يتم حفظها والعناية بها وترميمها وصيانتها والعرض على مجموعة كبيرة، هناك من القطع التي شوهت والتي حرم منها أصحابه، حرمت منها الإنسانية أشكرك. نتيجة جشع الجامعين والمنتفعين. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة السيد يوسف النتشة، مدير السياحة والآثار في المسجد الأقصى.